مسرح دوله كتير. كان اخرهم مسرحيه على اسم مصر كانت مع الله يرحمه طبعا الاستاذ سعيد صالح الفنان الكبير اللي افتقدناه جدا. اهم الممثلين اللي يعني اللي جم في الوطن العربي كله وشخصيه طيبه جدا، دم خفيف جدا جوه شغل بره شغل، يعني هو يعني مش قادر اقول لك احنا افتقدناه جدا. افتقدناه جدا حقيقة. ممثل هنحس بقيمته. يعني في ناس احنا كده، في فنانين او اشخاص يعني عموما شخصيات لما بتفتقديهم بتحسي بقيمتهم. يعني متهيألي كمان سعيد صالح ما كانش بس ممثل، يعني سعيد صالح كان راجل متعدد المواهب. كان بيلحن وكان بيغني، عمل اغاني مهمه جدا لصلاح جاهين واحمد فؤاد نجم وبيرم التونسي، يعني لحن اغاني وكلها، وهو من اهم الممثلين اللي عملوا المسرح السياسي. يعني كعبلون احنا نشكر ظروف حلو الكلام ده كان مسرح سياسي، يعني كان شرم بورم. فهو كان وكان بيدخل السجن كتير بسبب ان هو كان بيهاجم وكان وحاجه برضه بتربطك بيه علاقه كمان خلال بنته. مظبوط. هند طبعا. هند انا عملت لها مشروع التخرج بتاعها في معهد سينما. كنت انا وامها احمد، انا جالي تليفون، بس الكلام ده كان سنه كام؟ هقول سنه 2000. كانت هند لقيت تليفون استاذ سعيد بيكلمني الله يرحمه، فبيقول لي ولا هو طبعا انت هتيجي تعمل مشروع بتاع هند. فقلت له عينيا فين طبعا. فقال لي هنصور عندنا في البيت، مش هتتعب، في المهندسين جنبك هتيجي تصور في البيت. امتى؟ بعد 3 ايام. تمام. فقلت له اوكي انا جاي، خد هند بقى هتفهمك ايه الحدوته وده. ورحت طبعا، المواقف اللي دمها خفيف، هو كان نايم في الاوضه جوه، فاحنا بنصور مشهد، فخلقت يعني واحنا بنصور فجايب الكوريدور بتاع الشقه عنده، واحنا انا ومها بنصور، فلقينا حد خارج من الكوريدور واحنا بنصور. يعني هو عادي جدا، بس استنى لغايه ما عدي يعني مفيش مشاكل، كان لسه صاحي من النوم يعني. نرجع تاني لسلسله الدم.